إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله يا إخوة، في المساجد بعد التسليم من صلاة الفجر والمغرب نسمع المصلين جميعا في صوت واحد يرددون هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقولونها 10 مرات. لماذا هذا الذكر؟ ما هو سر هذا الذكر؟ ما هو فضله وقوته؟ اسمعوا يا أخوة إلى الفضل العظيم لهذا الذكر، ولعل الكثير منكم لم يسمع هذه الأحاديث الصحيحة. اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يعني في محله بعد الصلاة، لم يتحرك ولم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم. الله أكبر، انظر إلى الفضل العظيم والقوة. وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، على إثر المغرب، يعني بعد المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات، حسنه الألباني. وكن له مسلحة، يعني الله جل وعلا يبعث لهذا المؤمن، هذا الذاكر، ملائكة مسلحة تحميه وتحرسه وتحفظه من الشياطين، يعني يقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. كلمة لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض، أقوى كلمة في الوجود وأعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.